ذكرى قصف واحتلال الدار البيضاء سنة 1907. وهذا اليوم تاريخي لأنه كيأرخ يعني الدخول القوات الفرنسية والإسبانية للمغرب عموما والدار البيضاء خاصة. وحنا كنتواجدوا هنا بمرسى اللي هو كان نقطة انطلاق ديال هذا الاحتلال. وبرنامج اليوم هو يعني سوف نقوم بجولة تذكارية لأهم المواقع في المدينة واللي شهدت هذا القصف هذا اللي كان ضحية ديالو تتراوح الضحايا يتراوح عددهم بين 2000 حتى 7000. بعض المصادر تتحدث حتى إلى 20,000 قتيل. زائد جولة تفقدية كاين كذلك تنظيم ندوة من تنشيط مؤرخين ومهتمين بذاكرة الدار البيضاء وفاعلين جمعويين وكذلك سكان المدينة القديمة حول ذكرى هذا القصف التاريخي ويعني والأبعاد الاجتماعية والعلمية والتاريخية ديالو. اليوم احنا بصدد الاحتفاء بواحد الذكرى أليمة وهي الذكرى ديال قنبلة الدار البيضاء في غشت 1907. حدث مهم جدا بالنسبة للدار البيضاء وبالنسبة للمغرب ككل، لأن هذا الحدث الأليم استشهد فيه العديد من الناس الأبرياء وكان العدد كبير جدا في هذا الحدث الأليم. مجموعة من الفعاليات ارتعت اليوم أنها تحتفي بهذه الذكرى الأليمة، وانتهت هذا الاحتفاء بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء هذه المدينة في 1907. وبدأ التفكير في كيفية الاهتمام بالتاريخ والتراث ديال هاد المنطقة والتعريف به، لأنه لاحظوا الإخوان العديد من هذه الفعاليات التي حضرت هذا اللقاء أن هناك واحد الإهمال كبير لهذا الجانب التاريخي. بطبيعة الحال تلاحظوا هذا الجانب خصوصا على مستوى الجهة، فكيبان أنه الناس ديال الجهة ديال الدار البيضاء لا يجهلون هذا التاريخ ولا يعرفون هذا الحدث الأليم اللي أثر على مسار ديال المدينة وأثر على مسار الجهة وأثر على مسار تاريخ المغرب. ومن هنا الضرورة ديال التعريف بهذا التاريخ لا المحلي لا الجهوي لا الوطني، وتعليم النشأ هذا التاريخ لأنه هو اللي كيبني الهوية ديالنا. فبدون دراسة التاريخ وبدون التعريف بهذا التراث تيصعب على النشأ أنه يعرف التاريخ ديالو وأنه يبني الهوية ديالو. علاش اخترتوا هذا الانطلاق ديال زياره المآثر التاريخيه في هذه الذكرى من الباب للمرسى القديم؟ المرسى الحدث لانه هو الباب اللي غيدخل منه الجيش الفرنسي اللي احتل مدينه الدار البيضاء. نقطه الدخول ديال الجيش الانزال ديال الجيش الفرنسي من البحر من البوارج البحريه كان الدخول عبر البوابه ديال المرسى، وبدا عمليه القتل بدات ب جنود الحراسه ديال باب المرسى. هنا بدات العمليه ديال لذلك الفعاليات اللي اليوم كتحتفي بهذه الذكرى ارتعت انه الانطلاقه تكون من البدايه ديال الانزال ديال عمليه التقتيل في هذه النقطه بالذات.